ينضم إلينا الآن من الرياض مستشار وزير الدفاع السعودي أحمد عسيري. أهلا وسهلا بك معنا إلى هذه النشرة، إلى غرفة الأخبار. كيف يمكن قراءة يعني هذه الخطوة الإيرانية، ضبط هذه السفينة الآن في الوقت الذي تجري فيه مباحثات، هناك وقف إطلاق نار بعد أيام سينفذ ومباحثات ستعقد في الكويت سيد أحمد؟ أولا مساء الخير لك أختي والسادة المشاهدين. طبعا واضح الرسالة التي ترسلها إيران اليوم للمجتمع الدولي هي عدة مناحي. الأولى هي تحدي لقرارات الأمم المتحدة، تحدي لإرادة المجتمع الدولي، ورغبة أكيدة في إدامة الصراع في اليمن، وعدم الرغبة لوصول جميع الفرقاء إلى تسوية سياسية. هذا الدفع بهذه الكميات من الأسلحة لداخل اليمني، وكأنما هناك رغبة لإدامة العمليات القتالية في اليمن، وهذا يأتي ضد القرار 2216 الذي يمنع جميع الأطراف من تزويد الأطراف داخل اليمن بأي معدات عسكرية. هذه ليست المحاولة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، وهذا يؤكد توجه إيران في المنطقة، توجهها في هذا النوع من الأعمال التي تدعم عدم الاستقرار وعدم الأمن في داخل الدول من خلال إدامة أعمال الميليشيات التي ترتبط مباشرة بإيران، وهذا يأتي في تحدي واضح وصريح لإرادة المجتمع الدولي. طيب، جهود المملكة الآن بدفع المباحثات بين الأطراف في الأزمة في اليمن قدما، طبعا هناك تقدم يتحقق من الواضح، إضافة إلى الإجراءات السعودية المتخذة بحق إيران، ربما أبرزها سمعنا بالأمس منع الطيران الإيراني من دخول الأجواء السعودية، برأيك كيف ستؤثر على سلوك إيران في المنطقة؟ أولا هناك إجماع دولي اليوم أنه سلوك إيران في المنطقة لا يساعد على الأمن والاستقرار، ولعل ما ذكره البيت الأبيض اليوم يؤكد أن إيران هي عامل عدم استقرار في المنطقة. على الأرض جميع يلاحظ رغبة إيران في إدامة عدم الاستقرار داخل الدول من خلال إدامة عمليات الميليشيات الحوثية، عمليات ميليشيات حزب الله الإرهابية، عمليات الميليشيات في العراق وفي سوريا، وهذا كله سلوك لا يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة ويتنافى مع أبسط قواعد الأمم المتحدة. المملكة العربية السعودية عندما تتخذ هذا النوع من الإجراءات فهي تؤكد أن سلوك إيران المنافي لأمن واستقرار الدول غير مقبول، والمملكة من حقها أن تتخذ جميع الإجراءات التي من شأنها حماية أمنها وسلامتها وأمنها الوطني وأمن مواطنيها. لا يمكن مساعدة هذا النوع من السلوك على إدامة حالة عدم الاستقرار في المنطقة، التي إذا تتبعنا جميع المسارات نجد أنها تتقاطع لدى إيران، وأنها تؤكد إيران مرة أخرى أنها لا يمكن أن تكون دولة متناغمة مع الدول التي حولها في أمن واستقرار المنطقة، وهي دائما عامل غير مساعد على أمن واستقرار المنطقة. سيد أحمد، القمة الخليجية الأمريكية المنتظرة، وربما تحديدا ما ستبحثه بالجزئية المتعلقة بإيران، برأيك إلى أي مدى يمكن التعويل على الموقف الأمريكي اليوم بخصوص هذه الجزئية، خاصة بعد التقارب الإيراني الدولي الذي شهدناه في الفترة الأخيرة؟ الولايات المتحدة الأمريكية في أكثر من مناسبة أكدت أنها حريصة على أمن واستقرار دول المنطقة. قمة كامب ديفيد الأولى التي عقدت في الولايات المتحدة الأمريكية أكدت من خلال الولايات المتحدة الأمريكية أنها حريصة على أمن واستقرار دول المنطقة ودول الخليج بشكل خاص. انعقاد هذه القمة للمرة الثانية يؤكد هذا النهج، ودول الخليج تظل عامل استقرار. واليوم إذا نظرت إلى خارطة الشرق الأوسط تشاهدين أن الدول الوحيدة المستقرة والقادرة على إدامة الاستقرار وعامل استقرار هي دول الخليج، ما عدا ذلك فهي دول غير مستقرة بسبب السلوك الإيراني. الولايات المتحدة الأمريكية حليف استراتيجي للمملكة ولدول المنطقة وستظل كذلك، والعمل معها مهم لأمن واستقرار المنطقة. أشكرك جزيل الشكر من الرياض مستشار وزير الدفاع السعودي أحمد عسيري، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.